كان الموقع بتاعنا اهو. الاعلانات دي كانت المفروض تظهر الاعلانات اللي لسه موجوده. يعني ايه لسه موجوده؟ يعني لسه متاحه. يعني لسه متاحه يعني تاريخ انتهائها ما خلص. في اعلانات بالمده، ما كل اعلانات بالمده. انا هرفع الاعلان بتاعك على الموقع بتاعنا لمده شهر. افرض انا سافرت وعدى الشهر، المفروض اوتوماتيك الاعلان يتشال، صح ولا غلط؟ صح، المفروض الاوتوماتيك الاعلان يتشال. افرض انا سافرت ومش متابع الموقع، يبقى الراجل كده اعلانه عمال شغال وما بيدينيش، ما بكسبش منه حاجه. لا، نعملها ازاي؟ الداتا ليست بتاع الاعلانات، تعالى نروح لها. الداتا ليست بتاع الاعلانات تعالى نروح لها. ليه؟ الاعلانات دي مش كانت قايمه على داتا ليست؟ كانت بتجيب كل الاعلانات. لا، المره دي اجيب كل الاعلانات اللي تاريخ انتهائها ايه؟ يعني لسه موجود، يعني ما انتهاش. يا ده عادة يا سين، يعني اكبر من تاريخ دلوقتي. وانت لما تبص مثلا لمنتج ده انتهاءه 7/9/2015، يبقى لسه ولا خلص؟ لسه. طب لو انتهاءه 30/8 خلص؟ لسه. انت كل حاجه عندك لسه خلاص، يبقى خلص. يبقى في الحاله دي ايه؟ في الحالة دي يبقى لسه. يبقى طالما ما عداش تاريخ النهارده، ما عداش، يبقى أكبر ولا أصغر؟ ما عداش تاريخ النهارده، يبقى أكبر تاريخ النهارده مش أصغر. ليه؟ عشان التواريخ عكس الأرقام. يعني إيه؟ يعني سيادتك لو مولود 85، أنا مولود 85، وأنت مولود 95، في الأرقام مين الكبير؟ ال 95، بس في السن أنا الكبير، صح ولا غلط؟ انت بتضحكوا ليه؟ اول مره تفهموا ولا ايه؟ انا مش عارف، اول مره تعرفها شكلك كده خلاص. فدايما الارقام عكس التواريخ خلاص. فهي تعمل كده، تعال نلعب في الداتا ليست بقى. الداتا ليست كانت بتجيب كلها، لا انا اقول له هات كله ما عدا ما يكون تاريخ انتهاء ما عداش تاريخ النهارده. تعالى نعملها ازاي. هات الديفولت، ركز بقى يا ابو حميد. اصبر عليها تفتح النجد كالعاده، اقفلها وافتحها تاني كالعاده. النجد كليك يمين عليها فيو كود، بعد كده كليك يمين فيو ديزاينر، هتفتح دي. تيجي للداتا ليست على الاعلانات، هي دي صح اهي. كانت جايبه ايه؟ كله. تحط شرط عليها بقى يا برنس، المفروض ما تعديش تاريخ النهارده. ده تاريخ النهارده امتى؟ كام؟ معرفش. يبقى عايز اجيب تاريخ النهارده عشان اقارن معاه. سؤال غلط، عايز اجيب تاريخ النهارده عشان اقارن معاه. طب اجيب تاريخ النهارده ازاي واقارن معاه؟ احطه في سيشن اهو، اكتب سيشن تي يساوي ديت تايم دوت ايه؟ ناو. بس عايز تقول دوت شورت ديت، مفيش مشكله كده. هتجيب ايه؟ التاريخ فقط، مش هيجيب تاريخ بوقت. التاريخ فقط، مش هيجيب تاريخ بوقت. طيب تيجي بقى هنا الداتا ليست اهي، تقف عليها كونفيجريشن داتا سورس، تعدلها بقى نيكست. كانت بتجيب من الاعلانات بس بدون شرط، اروح انا قايل له وير على مين؟ على الستارت ولا الاند؟ اكبر ولا اصغر؟ اكبر. اكبر من سيشن، السيشن اسمه ايه؟ اروح دايس ات، اروح دايس اوكي، نيكست، فينش، بس سايب. قبل ما تسيب خش على الاعلانات ونشوف عندنا كام اعلان. ثلاث اعلانات كلهم هيخلصوا 2/5/2015، يعني المفروض كلهم ايه؟ فينش كده. بخ على رايك، المفروض اعمل ريفرش كده اهو، مفيش ولا اعلان يظهر، ولا اعلان ظهر، صح ولا غلط؟ طب تعالى بقى، الاعلان بتاع كيا ده هيكتب 2016، يبقى عدى؟ اعمل ريفريش، يبقى اعلان كيا اللي يظهر. بس بسيطة جدا، عملنا سيشن يشيل تاريخ النهارده، ودخلت جوه الداتا ليست قلت وير الاند ديت اكبر من تاريخ السيشن اللي هو الدي، بس دوست وشكرا عادي، وهتشتغل عادي جدا كده. مفيش غير ايه؟ واحد بس، كل ما تعدل له
اقفل ده خلاص. كل ما تعدي هنا بتاع فودافون 15 برضو، بس هنقول 2.9 النهارده. 2.9 تفتكر هيعرض؟ ما عرضش عشان خلص. طب 3.9 المفروض لسه اهو. لا مش اهو. اه يا اسكيه يا اسكيه، ده الشهر، الشهر الاول، شهر يوم سنه، فاهمين ولا لا؟ كده 3.9 معايا اهو، فودافون اهو. اوكي فاهمين ولا لا؟ شهر يوم سنه. انا كنت مفكر الاولين هو ايه، هو الشهر او هو اليوم. لا خلاص، بس عدينا بس في موضوع الايه، التاريخ. هي دي فكره الايه، ان هو الاعلانات تتضاف بتاريخ معين. نوقفها دي لوحدها كده.